أصدرت وزارة الصحة توضيحا حول احتمالية اللجوء مجددا إلى فرض حظر شامل للتجوال في إطار الإجراءات الوقائية. المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قال أن القرار هو من صلاحية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، فيما جدد تحذيره من تهاون المواطنين وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي. هو من صلاحية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حسب المستجدات الوبائية. بالنسبة للقرارات الفاعلة حاليا هي بما يتلائم مع متطلبات المرحلة الحالية وحسب رأي خبراء الصحة العامة، خبراء الأمراض الوبائية والأمراض الانتقالية المرتبطون باللجنة العليا للصحة والسلامة، وكذلك الخبراء في وزارة الصحة الذين هم على تواصل مباشر مع كافة المستجدات. في حال أننا اتجهنا نحو زيادة الإصابات أو غيرها لكل حادث حديث، وهناك اجتماعات دورية ومتابعة حثيثة وعلى مدار الساعة لكل المستجدات ليس فقط في العراق، في المنطقة وفي العالم، وكذلك تجدد الوزارة تحذيرها من عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وتطبيق قواعد الوقاية الشخصية والمجتمعية، خصوصا مع دخولنا في موسم الشتاء.